الاسم هو اتساع في الخطر، هو عمل كوميدي من نوع سيت كوم اللي هو من انتاج ديال القناه الاولى، وتنفيذ الانتاج مع مدام كيران سبيكتوب اللي معها اشتغلت السيت كوم اللي كلشي المغاربه تعرفوا اللي هو دار الورثه، وعاد اشتغلنا في اعمال اخرى. وكتبقى دار الورثه هو العلامه المميزه في السيت كومات بالنسبه لي انايا وبالنسبه بزاف ديال الناس في الجمهور المغربي. وتما جات الفكره انه رجع عاوتاني للسيت كوم من بعد مجموعه ديال الاعمال الدراميه، ناعسين الانسان يرجع عاوتاني للكوميدي لان الكوميديا هي قريبه للجمهور، وتستك انت كمخرج وككاتب وكمؤلف تستك عاوتاني شويه ديال التمرن اكثر مع الشخصيات، وشويه تاخذ لا ليجيرتي والبساطه ديال الشخصيات والاحداث بشكل 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 عميق في 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 الاشتغال ديالو في الابداع ديالها. تما جات فكره اتساع في الخاطر اللي هو تدخل نفس التيمه اللي هي تيمه ديال واحد العائله او مجموعه ديال العائلات في فضاء معين، وعندهم صراعات ماديه وصراعات شخصيه وصراعات كبيره بيناتهم، ولكن تيجي واحد الحدث هو حدث ديال العرس ديال الزفاف ديال البنت ديال واحد العائله، وتيلقى راسهم انهم كلهم خصهم يشاركوا في التحضير ديال ديك العرس، وينفيوا الانانيه ديالهم، وينفيوا الخصامات اللي بيناتهم، وينفيوا المصالح الشخصيه ديالهم باش يحققوا واحد المصلحه عامه اللي هي المصلحه ديال ديك العائله بصفه عامه. ماشي هو سميتو اتساع في الخطر، تيحاول ما امكن انه يعالج هذا المشكل ديال الانانيه عند الاشخاص، يعالج المشكل ديال انه ندابزوا على شي حوايج ما نقولش تافهين من ماديين اكثر اللي هما البيت او الارض او الغرفه او الى اخره، ونخليو المصلحه العامه ديال العائله والسند العائله هو المهم. بالنسبه للشخصيه ديالي كنلعب دور الصالحي، الابن ديال بديعة سنهاجي لالا قمر. حنا واحد العائله من فاس، والدور ديالي هو بحال قلتي روميو ديال هاد السلسله. ان شاء الله كاين شويه ديال الحب، وندير شي شويه ديال الحب مع غيتا بن حيون عائشة، وما نزيدش نحرق لكم هذا بزاف. ان شاء الله غيكونوا مواقف اللي غادي تعجبكم ان شاء الله، وغادي نتمنى من عند الله زعما يطرق المشاهد. الحسنيه عندها واحد الكاركتير اللي نقدروا نقولوا كتعصب شي شويه، دما شي شويه سخون، تقدر تنقر شويه، ولكن الداخل ديالها ظريفه بزاف وسخيه ونيه شي شويه، نيه في الحب. كان عيط ليا هشام جباري، بدا قال لي غادي تلعبي اخت باسو، فرحت عزيز عليا باسو، ديجا خدمت معاه و فوالا، قال لي عطاني لي غروس لين ديال البيرسوناج ديالي، هاكي خاص هاكي بغيتو. هذا قريت السيناريو، دونك حتى انا درت الفكره ديالي على البيرسوناج وخدمته في الدار، وعيطت لهشام جباري قلت له ها كيفاش ها كيفاش، صيفط له دي فيديو دي فوتو اوسي تاع اللوك، حتى هضرنا على اللوك اوسي. صافي بقينا كنقادو فيه بشويه بشويه حتى وصلنا لواحد لو بيرسوناج اللي عجبنا بجوج وبدينا فيه. بركه عجبني لو رول، قريب ليا بزاف، والحمد لله كلشي داز على احسن وجه. الرول هو كيتمثل في واحد الشابه جات من فرنسا مع الوالدين ديالها، وكتصدم بواحد الواقع، يعني جونغ كيف كيكونوا عايشين في لافرانس واحد لا في، من بعد كيجيو هنا كيلقاو حياه اخرى، وكيوقعوا يعني صراعات خفيفه ولا يعني شي حوايج اللي بساط. يا موري هادي نتايتي، غير انتي قلبي تقزيزتي، نموت عليها انا.